اول حاجه هو اننا خصنا نتمنوا هذا التقرير اللي كيجي، يعني التقرير الاول سنه 2024 ديال مجلس المنافسه، واللي كيدوي على هاد الاشهر الثلاثه الاولى جانفي فيفري مارس، ديال كيفاش كانت علاقه الاسعار الدوليه مع علاقه البيع ديال الغازوال والبنزين في المملكه المغربيه. هذا امر هو مهم جدا، ولكن كيف ما قال التقرير ديال المجلس، هذا التقرير كيبقى يعني جزئي، بحيث ان ما يمكنش ناخذ فيه واحد القراءه شامله الا يعني بعد نهايه السنه، من يكون عندنا التقرير يعني باربعه ديال ثلاثه ديال اربعه الفصول، ديك الساعه ممكن تكون عندنا واحد القراءه اللي هي اكثر موضوعيه، لان واحد مجموعه من الامور ما كتبانش يعني في التقرير الفصلي. هذا اول حاجه. ثاني حاجه واللي هي مهمه، هو ان خصنا نعرفوا بان التسع شركات اللي ادت الغرامه ديال المجلس المنافسة هي ما زالت تتحكم في سوق المحروقات في المملكة المغربية، وأساسا مادتي الغازوال والبنزين، لأن ملي كنشوفوا مثلا الواردات ديالنا من الغازوال والبنزين، هاد التسع شركات باقا كتحكم أكثر من 87% من الواردات ديالنا من الغازوال والبنزين. أكثر من ذلك أنها يعني القدرات التخزينية ديالنا، هاد التسع شركات كتحكم في 80% من القدرات التخزينية ديالنا، في حين أن يعني الشركات العاملة في قطاع الغازوال والبنزين هي تقدر بأكثر من 29 شركة، وبالتالي فإن 9 شركات كتحكم أكثر من 87% من الواردات، أكثر من 80% من يعني القدرات التخزينية ديالنا، في حين أن 20 شركة الباقية كتحكم فقط في 13% من الواردات ديالنا، وكتحكم فقط في 20% من يعني القدرات التخزينية ديالنا. وبالتالي أنا كيبان بأن هذه الشركات عندها واحد قدرات كبيرة في التحكم في أسعار ديال السوق في المملكة المغربية. إجمالا اللي خصنا نعرفه هو أن الرابح الأكبر من هذا السوق محروقات هم جوج الفاعلين اللي هما أساسيين. أول حاجة هما هاد الشركات هذه، لأن هاد الشركات هذه يعني رغم أن كيبان بأن أسعار الغازوال والبنزين يعني كانت في واحد المستويات اللي هي ممكن نقولوا بأنها مقبولة خلال هاد نهاية السنة وبداية سنة 2024، لكن دائما حافظت على واحد الهامش ديال الربح اللي هو كيبان بأنه الربح اللي هو كبير جدا، حيث أنها تحقيق تقريبا كتروح واحد الدرهم فاصلة 46 سنتيم كمعدل فترة 3 أشهر الأولى سنة 2024 في مادة الغازوال، وحافظت على واحد الهامش ديال الربح ديال 2 درهم فاصلة 07 بالنسبة لمادة البنزين. هنا دون أن ننسى بأن هذا الرباح هذا ودي الشركات المحروقات مازال ما دخلناش فيه يعني ارباح ديال المحطات ديال البنزين، وبالتالي فان الهامش ديال الربح بدرجه كبيره تقريبا كيجوج كيفوت 2 دراهم اونص بليسانس، وكيفوت 2 دراهم يعني في ماده الغازوال. الربح الثاني هو يعني خزينه المملكه، لان المغرب دائما كيربح واحد مجموعه من الضرائب، لا فيما يتعلق بالضريبه الداخليه على الاستهلاك ولا الضريبه على القيمه المضافه. ملي كنقارنوا هذا الربع الاول من سنه 2024 مع الربع الاول من سنه 2023، كنلقاو بان خزينه المملكه زادت ليها يعني واحد 400 مليون درهم، اللي هي زايده على المداخل اللي كانت سنه 2023. امر اخر اللي مهم هو ان هذا القطاع بقى مازال قطاعا مغريا للاستثمار، حيث انه يعني في هذا الربع الاول من سنه 2024 زادت واحد 61 محطه بنزين اللي هي جديده، وبالتالي كيبين بان القطاع يعني يغري بالاستثمار وفي واحد الارباح اللي هي مهمه جدا. هاد 61 ستاسيون جديده، محطه جديده، 24 منها تخص يعني الشركات التسع اللي ادت الغرامه ديالنا، وبالتالي يعني كنظن بان هذه امور كتبين بان قطاع ديال المحروقات مازال يحقق ارباح اللي هي مهمه جدا، بحيث ان رقم المعاملات ديالو تقريبا وصل 19 مليار ديال الدرهم في هذا الربع الاول من سنه 2024. كل ما يهمكم على امواج كاب راديو.